بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بحضراتكم. واحد من الناس النهارده قدرنا نعمل 4 عمليات ميه بيضاء وزرع عدسه للحالات المحوله من البرنامج. تعالوا نشوف التقرير. كنت عامل حادثه من 2007 اثرت على عيني، قطعت لي الشبكيه اليمين، وبعد كده اثرت على الشغل، ما بقتش اشتغل بالاسبوع والاثنين، ما بقتش اصرف على عيال، وكنت برضه عاملين مشاكل في التعديه ان انا ما اعرفش اعدي شارع او اعدي طريق، اجي اتفرج على التلفزيون ما اعرفش، ما اشوفش اي حد من بعيد، اشوفش مراتي وهي جايه من بعيد، ما اخدش بالي من اي حاجه، بتاثر على شغلي، ورحت المستشفيات كتير، العمليه تكلف 6000 جنيه وما كانش معايا ان انا اعمل عمليه، قلت مش هعملها خلاص. اتصلت ببرنامج واحد من الناس، رحنا للاستاذ عمرو الليسي، حولنا مستشفى دنيا العيون، عملوا لنا ازاله ميه وزرع عدسات وعمليه. عينيا كانت بتوجعني وعانيت كتير قوي منها وقله شغل، ولازم عشان حتى اشرب كوبايه المايه لازم حد يناولها لي، وما كانش في حياه بالنسبه لي. كل الحاجات اللي انا كنت بشوفها خيالات. المفروض عمليه ميه بيضاء وزرع عدسه، ما فيش اي امكانيات خالص ان انا اعملها لان التكلفه عاليه جدا. فانا بشكر الاستاذ عمرو وبشكر البرنامج واهل الخير، ربنا يزيدهم كمان وكمان، وربنا يشفي الناس كلها. رحت عند دكتور واثنين وقالوا لازم عمليه. لما سالت على تكاليف العمليه لقيتها عاليه جدا فوق قدراتي بكتير. ميه زرقاء وميه بيضاء في العين اليمين، وميه بيضاء في العين الشمال، وزرع عدستين في العينين الاثنين. الحقيقه شفت برنامج واحد من الناس فقلت اجرب اشوف الكلام ده يعني، والحمد لله لقيت استجابه وحددوا لي ميعاد العمليه. فيعني حقيقي اللي بيعمله الدكتور عمرو الليسي خير، يخلي واحد زي مثلا هيرجع شغله تاني ويقدر يعول بيته ويعول اسرته ويعول كده. فبشكره شكر كبير جدا جدا على حاجتين، على الاهتمام وعلى السرعه في نفس الوقت. واديني عملت العمليه وربنا يجعله في ميزان حسنات كل اللي بيتبرع للبرنامج. الشكر لله والفضل لله، عملنا العمليه وتمت بخير، عمليه ميه بيضاء تبع دكتور عمرو الليسي، الله يذكره بالخير. بنعمل حالات واحد من الناس. الحقيقه البرنامج والدكتور عمرو الليسي بعت لنا حالات كتيره، منها زراعه قرنيه، منها ميه بيضاء، وحالات متنوعه. النهارده بنعمل 4 حالات ميه بيضاء. طبعا احنا عمليات الميه بيضاء بنعملها بالتقنيات الحديثه، الموجات الصوتيه من جرح صغير جدا، وبنستخدم احدث انواع العدسات اللي بتتزرع مكان عمليه الميه البيضاء. والحمد لله العمليه تمت بنجاح، وان شاء الله نطمن عليه في المتابعات.